سيداتي سادتي، أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة الخامسة من قناة ليبيا، ونبدأها بأبرز العناوين. تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة شفاء وثلاث وفيات. الإعلان عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في بلديتي درنا وطبرق. وزارة التعليم تعقد اجتماعا موسعا في جدابية للاطلاع على جاهزية القطاع للامتحانات. أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا توزعت على 16 مدينة، وحسب بيان المركز رقم 138 فإن مدينتي طرابلس ومصراتة سجلتا أكبر عدد إصابات بتسجيل كل منها 41 إصابة. هذا كما أعلن المركز تسجيل 12 حالة شفاء من مدن مصراتة وسبها وزليتن وثلاث حالات وفاة في كل من طرابلس والخمس وبنغازي، وبذلك يكون إجمالي الإصابات 2314 منها 1757 حالة نشطة، أما المتعافون فعددهم 501 والوفيات 56 حالة وفاة. كما أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية للمنطقة الجغرافية درنا عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا بمدينة درنا. اللجنة أوضحت أن المصابة هي من مدينة درنا قادمة من مصر، حيث تم إجراء تحليل بي سي آر لها وتبينت أنها موجبة. كما وأشارت اللجنة إلى أن الحالة المصابة دخلت من الجمرك الليبي إلى المركز أو مركز العزل بالفتايح ولم تدخل مدينة درنة، وتم التعامل معها وهي الآن تتمتع بحالة صحية جيدة وموجودة بمقر العزل الصحي الفتايح. في سياق ذي صلة، أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق عن تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في مدينة طبرق. وفي تصريح له قال رئيس اللجنة فرج الجالي إن الحالة دخلت المركز الطبي قبل أيام لتلقي العلاج، مؤكدا أنه تم عزلها على الفور بقسم العزل في المركز. كما وأوضح أن الحالة لامرأة تبلغ من العمر 70 عاما، حيث إنها تتلقى العلاج اللازم. هذا وأعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا ببلدية الكفرة وسيدة مصابة بفيروس كورونا في مقر العزل المخصص والذي تمت صيانته وتجهيزه من قبل المجلس التسييري الكفرة. وقالت اللجنة إنه وبكل مسؤولية ووطنية يتواجد عدد من العناصر الطبية المساعدة بمقر العزل للتعامل مع الحالة طيلة فترة العزل، مشيرة إلى أنها تجربة أولى لغرفة العزل ورئيسها وكل العاملين فيها. هذا وأعلن مدير برج الأمل بمركز بنغازي الطبي فادي فرطاس أمس دخول حالتين مصابتين بفيروس كورونا إلى قسم العزل بالبرج إلى جانب حالة مخالطة لسيدة متوفاة. كما وأعلن فرطاس تسجيل حالة وفاة لحالة مؤكدة في قسم العزل مصابة بالفيروس لسيدة تبلغ من العمر 96 عاما ناتجة عن توقف الجهاز التنفسي والدوري. وأشار فرطاس إلى أن عدد الموجودين بقسم العزل بلغ 9 حالات إصابة مؤكدة تتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة. منع الانتشار وباء كورونا وما يشكله ذلك من خطر على الصحة العامة أهابت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالخدمات الصحية بنغازي بالمواطنين إلى عدم الذهاب إلى المآتم والمناسبات الاجتماعية والاكتفاء بتقديم الواجب عبر وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي المختلفة، مشددة عبر منشور على صفحتها بموقع فيسبوك على ضرورة المحافظة على التباعد الاجتماعي وتطبيق التدابير الاحترازية التي توصي بها الجهات الصحية المختصة.
كما أكدت الغرفة المركزية بالخدمة الصحية بنغازي استمرار فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة في تأدية مهامها في حصر المخالطين وتتبع ومباشرة الإجراءات الصحية لاحتواء ومنع انتشار الوباء. وأوضحت الغرفة أن الفرق الصحية التابعة لها قامت مساء أمس بالانتقال إلى بعض المخالطين في منازلهم بهدف الرصد والتقصي وتطبيق الحجر الصحي المنزلي وإعطاء الإرشادات بالخصوص. أعلنت لجنة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا ببلدية غريان سلبية نتائج 76 عينة من العينات 98 التي تم إرسالها إلى المختبر المرجعي بطرابلس. وقالت اللجنة في منشور لها على فيسبوك إنه تم أيضا أخذ 18 عينة أمس وإرسالها إلى المختبر المرجعي بطرابلس وهي في انتظار النتائج. كما أعلنت لجنة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا ببلدية غريان وصول 10 من أبناء المدينة قادمين من مصر. وقالت اللجنة إن العائدين تم التوجه بهم إلى المدينة حيث كان في استقبالهم عدد من أفراد لجنة الطوارئ ولجنة الرصد لأخذ عينات منهم وفحصهم وثم استضافتهم في فندق الرابطة ليقضوا فترة العزل الصحي احتياطياً. قام فريق الأزمات والطوارئ ببلدية بوسليم لمجابهة فيروس كورونا المستجد أمس بتكليف فريق مكافحة العدوى والتعقيم بغرفة العمليات الصحية ومكتب الخدمة الصحية بوسليم وفريق الوقاية الصحية بأعمال التطهير والتعقيم لمستشفى الهضبة الخضراء العام، حيث تم تقسيم العمل على التطهير الخارجي والتعقيم الداخلي، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتعقيم المستشفيات العامة داخل نطاق البلدية. وحسب المجلس التسييري بوسليم فإن عمل الفرق استمر حتى ساعات متأخرة من الليل ولا يزال متواصلا. وضمن الإجراءات الوقائية أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن استخدام الكمامات من أكثر الأدوات التي تقلل من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد. ودعا المركز الوطني كافة المواطنين إلى استخدام الكمامة باعتبارها واحدة من مجموعة من الأدوات التي تقلل خطر انتشار الفيروسات، ناصحا المواطنين بارتدائها حفاظا على السلامة العامة. المركز الوطني أهاب بالمواطنين مجددا إلى ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار الفيروس. قام وزير الصحة سعد عقوب بتكليف حمد مفتاح مديرا عاما لإدارة خدمات الشؤون الصحية بالبيضة خلفا لسلفه صالح بنورة. وتمت عملية الاستلام والتسليم تحت إشراف لجنة الاستلام برئاسة وكيل البلدية عبد الكريم بوزعترة الذي ثمن جميع الأدوار والجهود التي قام بها بنورة في خدمة قطاع الصحة. وتضم الإدارة مجموعة من العيادات والمجموعات الصحية المنتشرة في بلدية البيضة والتي تقدم بدورها خدمات صحية مباشرة للمواطنين. أقفل أعضاء وحدة الدورية والتحري بفرع جهاز الحرس البلدي طرابلس ثلاثة مختبرات طبية بالشمع الأحمر بعد ضبط مواد تشغيلية منتهية الصلاحية. وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بجهاز الحرس البلدي أن أعضاء الوحدة قاموا بإنذار اثنين آخرين بالقفل لعدم وجود أذنات لمزاولة المهنة، حيث اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. هذا كما أقفل أعضاء مكتب التحري بجهاز الحرس البلدي صيدلية بالشمع الأحمر بعد ضبط حليب أطفال وأدوية منتهية الصلاحية ولعدم وجود أذنات لمزاولة المهنة ولا التراخيص. عقد وكيل وزارة التعليم بالحكومة الليبية عبد الرحيم البروكي اجتماعا في مدينة جدابي أمس ضم عددا من مديري القطاع. وحسب الوزارة فقد تم استعراض مدى جاهزية الإدارات المعنية لإجراء امتحانات النقل إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة. يذكر أن البروكي قد عقد سلسلة اجتماعات مع المراقبات والإدارات المعنية خلال هذا الأسبوع في كل من مدينة بنغازي والبيضة وطبرق بذات الخصوص.
دعا المجلس التسيري لبلدية سرت كافة الأسر النازحة من مناطق بوغرين والوشكا ووادي زمزم وبنجيم وكذلك العائلات النازحة من مناطق طرابلس وما جاورها والموجودين حاليا في نطاق بلدية سرت، دعاكم إلى التوجه إلى مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية بسرت وإدارة شؤون المحلات والفروع بالبلدية وتقديم إجراءاتهم التي تثبت أن سكانهم الأصليين ومواقع النزوح لغرض حصرهم وإمكانية مساعدتهم حسب الإمكانيات. وقال المجلس إن هذه العائلات سيتم تقديم الخدمات لها ومساعدتهم بالمعونات وغيرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مشددا على ضرورة تقديم إجراءاتهم وتسجيلهم وفقا لكتيب العائلة اعتبارا من يوم الأحد المقبل. تسلمت المراكز والأقسام والوحدات التابعة لمديرية أمن بنغازي أمس عددا من المركبات لتغطية النقص في الإمكانيات ودعما للنشاطات والخدمات التي تقوم بها حفاظا على أمن المواطن. التسليم كان بحضور مدير أمن بنغازي العميد عادل عبد العزيز الذي يتابع عمل المراكز والأقسام والوحدات التابعة للمديرية حرصا منه على تذليل الصعوبات وتوفير الاحتياجات والمقومات. اطلع نشرتنا سادتي الكرام متواصلة وفيها بعد الفاصل. رئيس الحكومة عبد الله الثني يتابع سير عمل مشاريع الهيئة العامة للمواصلات. أهلا بكم من جديد. اطلع رئيس الحكومة عبد الله الثني على أوضاع بلدية شحات وسير العمل بها، وذلك خلال اجتماع عقده أمس في مكتبه ببنغازي مع عضو مجلس النواب عن البلدية المنتصر الحاسي. الاجتماع بحث كافة احتياجات البلدية في كافة القطاعات الخدمية وسبل توفيرها فيما تعهد الثني بالعمل على توفيرها. بدوره ثمن النائب الحاسي عمل الحكومة الليبية ورئيسها من أجل الوطن والمواطن. بحث رئيس الحكومة عبد الله الثني سير مشاريع الهيئة العامة للمواصلات والنقل التي يتم تنفيذها لصالح بلديات جدابية والبريغا والزويتينة. الثني وخلال اجتماعه أمس مع عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة إدريس المغربي بحضور رئيس الهيئة العامة للمواصلات محمد عبد القادر اطلع على نسب الإنجاز بهذه المشروعات وأبرز العراقيل والصعوبات التي تواجهها وآليات حلها. وفي هذا الصدد أكد الثني على ضرورة إيجاد حلول للمشاكل التي تعترض تنفيذ بعض المشروعات ومتابعة وتطوير الموانئ في كل من الزويتينة والبريغا. مع قرب عيد الأضحى المبارك يتكرر مشهد كل عام، حيث بدأ تجار المواشي مع أول أيام شهر ذي الحجة في التوافد على الأسواق لعرض مواشيهم، إلا أن غلاء أسعار الأعلاف وتفشي كورونا وقلة السيولة أثر سلبا على المربي والمواطن. ككل عام في عيد الأضحى المبارك تشهد أسواق المواشي معادلة غلاء الأضاحي وعدم قدرة المواطن على شرائها،
لكن هذه المرة وخلال جولة قامت بها كاميرا قناتنا في سوق المواشي في منطقة تكويت بجبل نفوسة، اكتشفنا من خلال كلام المواطنين أن الأسعار تضاعفت في هذه السنة، وصفينها بالخيالية. سعر ما تتوصفش، يعني طبعا حتى المواطن يجي هنا يوقف هنا بيجي بيشري حاجة كذا بيشوف الأسعار 900 1100 1400 ما هناكش، تقريبا 12 كيلو 13 كيلو في حاجه زي معناها ما زي السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها. غلاء اسعار الاعلاف وتفشي وباء كورونا وقله السيوله النقديه اثر سلبا على المربي وزاد من انخفاض القدره الشرائيه للمواطنين هذا العام. المربي يقول الاسعار الاعلاف غاليه، والمواطن طبعا من دول اللي هو الراتب 600 700 ويجي الضحيه يلقاها ب 1000 1200 1500 المتروح هذا، والمصرف في السيوله طبعا بعد خمسه اربعه شهور ياخذها 1000 جنيه ل 2000 يوصل للمواد الغذائيه لغلاء المعيشه يوصل للضحيه، فالمواطن يعاني والمربي يعيط يقول الاسعار غاليه. أهالي منطقة تكويت ومناطق جبل نفوسة الذين يعانون من واقع تأخر مرتباتهم قالوا إنهم في انتظار وصول الأغنام المستوردة إلى الأسواق على أمل أن تسهم في انخفاض الأسعار. وصلت إلى مكتب الخدمات المالية جال وأمس حوالة مرتبات شهر يونيو قادمة من مدينة طرابلس ليتم توزيعها على جميع القطاعات العاملة بالبلدية. وقال مسؤول الخدمات المالية جال محمد بوشقمة في تصريح لقناتنا إن العمل جار على تجهيز المرتبات بدءا من مساء اليوم، وسيستمر العمل داخل المكتب صباحا ومساء إلى حين استكمال وتجهيز جميع المرتبات وتسليمها للمصارف قبل العيد. سيتم الشروع في إصدار الصكوك واعتبارا من مساء هذا اليوم بالنسبة للقطاعات التي وردت لهذه المراقبة وتم فحصها، ونحث على الجهات التي لم ترد كشوفات مرتبات لهذه المراقبة على ضرورة الإسراع في إحضار كشوفات مرتبات موظفيها إلى هذه المراقبة حتى يتم فحصها، والموظفين مراقبة خادمات المالية جالو عادة تم استعداد للعمل صباحا ومساء وليلا إذا صح التعبير من أجل إتمام صرف وفحص هذه المرتبات وتحويلها للمصارف قبل العيد بإذن الله تعالى. هذا وبشر مصرف الوحدة جالو في توزيع السيولة النقدية على زبائنه بقيمة 1000 دينار للحساب الجاري و250 للحساب غير الجاري، معلنا استمرار السحب إلى نهاية هذا الشهر. وحسب نائب مدير المصرف سالم حامد فإن المصرف على جاهزية تامة لتقديم كافة الخدمات المصرفية من سحب وإيداع وخدمات الموبيكاش والمرابحة الإسلامية. توزيع تم عن طريق مندوبين قطاعات وعن طريق الشبابيك اللي الزبون اللي لما يكونش عنده قطاع يجي على الشباك يصرف عادي. السيولة تم صرفها 1000 دينار للحساب الجاري و250 للحساب الغير الجاري. بالنسبة للخدمات الأخرى متوفرة كإيداعات أو مبيكاش أو خدمات المرابحة الإسلامية ومجلس الإسلامية ماشية الخدمة، الأمور تمام والناس راضية والحمد لله رب العالمين. التوزيع مستمر إن شاء الله لغاية نهاية الشهر بإذن الله، وبعدين نشوف الإدارة ممكن فيه فتح بعد نهاية الشهر إن شاء الله. عقد رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالمنطقة الغربية اجتماعا مع مهندسي وإدارة ومكاتب الجهاز في إطار تعزيز العمل بعد الانتهاء من مراحل المشاريع التي بدأها الجهاز بداية العام في الوقت المحدد لها. وناقش الاجتماع آلية بدء المرحلة الثانية من تنفيذ باقي المشاريع في المنطقة الغربية، خصوصا بعد أن أنهى الجهاز عددا كبيرا من الطرق في المنطقة الغربية هذا العام في إطار خطته السنوية للنهوض بالبنية التحتية. تم الانتهاء من اجتماع الدور العام بحضور السيد مدير الجهاز والسادة مدراء الإدارات ومدراء المكاتب، وتم مناقشة العديد من الأمور والصعوبات ومنها استكمال مشاريع 2020 و
التواصل مع شركات منفذة للمشاريع بحيث يتم استكمال المشاريع في المدة المطلوبة، ونسأل الله التوفيق والقادم أفضل بإذن الله. في إطار مبادرة من أجل طريق آمن، توجه فريق رواد الخير بغدامس إلى ضواحي منطقة الشعواس ناول لإزالة الكثبان الرملية الكثيفة التي غطت الطريق الرئيسي المؤدي من بلديتي غدامس ودرج إلى مدينة طرابلس. وأوضح قائد الفريق عبد الله موسى لقناتنا أن هذه الرمال سببت عرقلة كبيرة للمسافرين، وكذلك تسببت في عدة حوادث سير، مناشدا الجهات المسؤولة والمنظمات التطوعية التعاون لحلحلة هذه المشكلة. اليوم احنا متواجدين في احد مبادراتنا، وهي من اجل الطريق امن لازاله الكثبان الرمليه الموجوده في الطريق الصفر بين بلديه غدامس وبلديه درج الى طرابلس، الطريق الوحيد الموجوده في هالبلديات، لكن للاسف يعني مليئه بالكثبان الرمليه، والكثبان الرمليه هذه سببت عرقله كبيره للمسافرين وسببت بعض الوفيات للمواطنين. احنا اليوم كمتطوعين جينا في ظل غياب الدوله، في ظل تقصير الحكومات، احنا متواجدين احنا. ولا مشاهدينا، نبقى مع سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية. وقبل أن نختم معكم سادتي الكرام، هذا تذكير بأبرز ما جاء في الخامسة. تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة شفاء وثلاث وفيات. الإعلان عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في بلديتي درنا وطبرق. وزارة التعليم تعقد اجتماعا موسعا في جدابية للاطلاع على جاهزية القطاع للامتحانات. بذلك سيدتي سادتي تكون الخامسة قد وصلت إلى نهايتها. حفظ الله ليبيا، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.